شاء الله اللي يشربها غيرك يدفعها. طب أنا مش هشرب لوحدي. جايبة لنفسي. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ربنا يسعدك يا حبيبة يا أختي ويرزقك الخلف الصالح يا رب. يلا اكسري الصيام، دعوة الصايم ليها نصيب في القبول. بسم الله. سامحيني لو ظهوري بوظ فرحتك يا حبيبتي. اتفضل يا خال. زين يا حبيب ابوك، طول ما ابوك في الدنيا فانت قد الدنيا. امال يا خال، طول عمر الشرطه في خدمه الشعب، اني الاوان ان الشعب يبقى في خدمه الشرطه. سلمنا السفاح بيضه مقشره، يعني براءه. براءه يا كبير الديابه. الحمد لله. الف بركه حبيب اخوك، الف بركه. مبروك البراءه. مبروك. الله يبارك فيك. ياه، مين يقول الدنيا تراضيني كده مرة واحدة؟ أخ يصلب ظهري، وأخت تحن عليا، وأب سند بصحيح، بعد ما كانت الدنيا مداني ظهرها ومعندة معايا. الدنيا اللي معندة معاك دي أنا هجيبها لك متكتفة تحت رجليك، وتطلب العفو والسماح، وتتمنى لك الرضا ترضى. سعادة الباشا. مبروك يا زين. الله يبارك فيك يا باشا. احنا قبضنا على السفاح وطلب بكل حاجه. الحمد لله. انا بكره ان شاء الله هخلص لك اجراءات الافراج من النيابه عشان تعيد مع عيلتك. ما نتحرمش منك ومن ذوقك ساعه الباشا. الشعب. الشعب والشرطه. ايد واحده. الشعب والشرطه. لا قول لي يا معلم زكريا، انت جبت السلاح منين اللي دخلت بيه على السفاح؟ سلاح؟ سفاح؟ طب انتوا عايزين تفهموني يعني انكم جبتوا السفاح كده من غير سلاح؟ ايه؟ اتعلق على الباب لوحده؟ لا لا، لوحده ازاي يا باشا؟ ربك مع المنكسرين جابر. انا رفعت ايدي ودعيت ربنا، وربنا ما خيبش ظني. حصل سعادة الباشا، انا وخالي لسه مصلين صلاه التهدو، بعد صلاه العصر سيدنا الحسين مدد حسين مجد. انا مش قايل لك يا خال، اول ما ترفع ايدك لربنا ربنا مش هيرد ايدك خاطر خالص. تهجد؟ ايوه يا باشا، ما احنا اصلي رجلينا رايحه جايه على الحسين على طول. انا دايما اخد الواد عزوز في باطي ونطلع على الحسين، بنروح مرتين في الاسبوع نصلي صلاه العصر والتهجد. مدد مدد حسين. مدد مدد حسين. مدد مدد. ما شاء الله عليك يا معلم زكريا، انت بتصلي التهجد مرتين في الاسبوع؟ طول السنه. سعادتك لو ليك راي تاني احنا ممكن نصليها ثلاثه. جرى يا خال، ده حكومه والحكومه امرها نافذ. على العموم مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. هعد عليك بكره الصبح ان شاء الله عشان نخلص اجراءات الافراج. عايزك تنام بدري عشان يومنا طويل. حاضر يا باشا. ما تتحرمش من سعادتك، اتفضل يا سعادة الباشا، اتفضل، اتفضل. صلاة التهجد يا أبا اللي بتصليها مرتين في الأسبوع. صلاة التهجد بتبقى في العشر الأواخر من رمضان. بس. جرايا خال، الأمور الدنيا دي سيبها لنا. يا واد يا مؤمن. وأنت كمان صلاة التهجد دي اللي بتصليها بعد صلاة العصر. ومن بعد الظهر. يا نهار أزرق. لا ده انا زي الفل، ده انا فرحانه من ربنا فك دقتك. مالك يا بيه؟
لحقني عزوز، انا شربت السم بالغلط مصريين. اشرب بيت ابوك اكتمي اكتمي لو عرف هيتسنى هنا. ايه يا عزوز؟ ابدا يا خال. حبيبي عايز تروح دبليو سي. دبليو سي؟ وديها الحمام. حاضر. وكلم الواد فرج قول له عمل ايه في اللي قلت له عليه. حصل وبيحصل. اخبارك؟ الله يبارك فيك. الف سلامه حبيبي. اكتمي يا بت، اكتمي لابوك يكتم نفسنا كلنا. يا تكخيبه، بدل ما تهدي السم خدت انتي خايبه في كل حاجه. اكتمي اكتمي بقول لك اكتمي. الحمد لله جبرت بخاطري يا رب، انا غلبانه ومليش غيرك. الحمد لله، الف حمد وشكر. الف بركه يا ام زين، نبارك لك نهار فرحته الكبيره وعوضه. يا هنا يا مني، عيش يا حظ. تعيش يا حبيبتي وتفرحي وعرسته عندي. ربنا يخليكي يا طنط. ان شاء الله اول ما زين يخرج بالسلامه هنكتب الكتاب على السريع كده، لحد بقى ما نرتب لليله الكبيره اللي هتبقى ولا الف ليله وليله. عقبالك يا طنط مها، ما تقلقيش، اكبر منك وربنا بيرضيهم. الله يبارك فيكي يا تيتا جميله. انا هروح اصلي ركعتين شكر لله. تقبل الله يا زهير. امين. حسبي الله. اوعي تزعلي حظ مني، الا حظ اختي زعلها وحش وسكتها مهالك، والجن بيغضب لغضبها وبيرضى لرضاها. لا اللي يزعل يتفلق. هو انتي شايفاني نانسي عجرم عشان اطبطب وادلع؟ لا يا عين امي، اقفي مع وجهه واتكلمي عدل. انا خلقي ضيق ولساني تتحزمي بيه، وارقصك على صوت رقع الشبشب على وشك. ما تخليش حد يعكر فرحتنا يا اختي، حكم في ناس عاملين زي براد الشاي مناخيرها طالعه لفوق ومن جوه بتغلي. اطمني يا نوسه يا حبيبتي، طول ما انا فيها مش هخلي حد فيها. يا واد مش سامعاك، بتقول ايه يا عزوز؟ ياما البت في الصفة. طب يلا بسرعه ياما بسرعه. خير يا دكتور؟ خير. العصير كان في ماده سامه. عصير ايه وماده سامه ايه؟ مفيش كلام من مفيش كلام من هو ده الواقع. لولا انها في المستشفى وعاملنا مع الحاله بسرعه كان زمانها راحت مننا. طب الحمد لله، ربنا يخليك لنا يا دكتور ويخلينا ملائكه الرحمه، ربنا يبارك فيك. بس انا عندي خبر كده. خير؟ للاسف الجنين نزل. كابتن كريم مين نازل؟ انا مقدر حالتك كويس. حتي انت اللي هروح فيك في داهيه. الرحم الفجري، لازم نعمل عمليه استئصال للرحم دلوقتي حالا عشان ما تروحش مننا وهتوقع اقرار. ما تديش عزوز، هو تمتي مش عايزين نبقى ام خالص. ده زين وجميل اللي بيسلطنه. هو تمتي يا عزوز والنبي ابوس ايدك اللي سقت المره دي يكمل المره الجايه. هو تمتيش ما تمتيش يا عزوز. لا 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 ما تمتيش يا عزوز. يا عزوز كل ده بتودي حبيبة الحمام؟ روحت؟ طب كويس، تعالالي بقى عشان عندنا كام مشوار مهم قوي. حصلني على الحارة اللي كان ساكن فيها زين. يلا. عملت ايه مع صاحب العمارة اللي كان ساكن فيها زين؟ ربنا يقدرنا على فعل الخير يا سيد المعلمين. امين ابويا امين. يلا. انا عايز اشوفها على البلاط، مش عايز اشوف فيها حاجه. انتوا الاثنين تعالوا ورايا. ما
بس عرينا جاي تضربني وفي بيتي النوش ده ابراهيم نوش تمام دخلهم لي بقى تلاتات بقى انا هقطعهم لك النهارده طب يلا يا رجال عنده قطين تعال يا رجال تعال تعال يا مسكت يا مسكت بات يا نور اتكلم اخوك بسرعه يجي يشوف لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها دي كلميه حاضر سالك يا صلاح طب كنت صبرت لحد ما ربنا يفك دي زين بس انا مش مطول انا عليك بس اهو روح يا صلاح روح إلهي ربنا يهرب زي ما قهرتني وصغرتني في وسط الحارة يلا رجالة يلا اديكوا معايا نلم الحاجة وندخلها في الأوضة عندي يلا يلا ده احنا بين السلم يلا تعال يا بيت يلا اديكوا معايا شيلي حاجة روح منك لله يا شيخ يلا 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 يا حلو يلا شيلي شيلي يلا يا مسلم يلا فارم عليك يا شندي خد خدامك كبير ايوه يلا ايه يا عزوز مالك ابدا انا خير وشك كده ده ما يكون عليه غضب ربنا لا ده من الفرحه اللي ابن الغالي رجع فتلاقيني تايه شويه ايه ده انا دورت فوق الضرب فوق مفيش فوق حته سليمه للأسف البيت عايم في الدم بقى هنشوف انت يلا حاضر يا جميلة بنت لا لا كويس انا هشيعهولك خد يلا ماشي يا ريس ايه اللي حصل لك يا ده انت حد سرني سكينة على وشك والله يا ريس ده كان في يوم واحد اطول من يوم الاسود دخل عليا كده بقى لو فاكرني ايه عيل بتاع التيك توك وهتخطف وبتاع قلت له لو ابوك راجل قرب وبعدين للاسف تلعب وراك صبع صبع انا صبر على نفسي يا طبعا طيب يا فالح روح لقطك البيت وانت عارفه كويس انت في ضيافتي خليك يا حاج الله خليه يلا اخفى يا ماشي اخفى يا مش اجرة الاوبر اخفى يا سطويت خد خد يلا جري يا خد انت بتطمع فينا نخلي كده روح روح ماشي يا حاج على البيت عادل حصل انا شيات الفرج يكلم بتوع الفراشة يفرش الحتة كلها بالكهرباء أنا عايز الحتة تبقى على سنجة 10 عايز ليل الدخول زين الحتة تبقى حكيوة يهجوها الجدود الأحفاد مالي خير ده الغالي ابن خالي ده أنا أعمل لك ليلة تتحكى بيها الناس كلها طب يلا بينا على فين؟ هنروح أفخم وأحسن محل هدوم اللي أنت بتجيب منه بس الوقت اتأخر تلاقيهم قفل اللي قفل يفتح يلا اتفضل اديبها كبير يلا يلا اتفضل يا خال يلا بسم الله يلا افتح النور يلا ولا فين المستورد اللي عندك؟ كل اللي موجود عندي ده مستورد كله مستورد؟ والله ده محل فخم قوي يا خال طب شوف كده عزوز عندك العجباني دي اللون ده حلو ها؟ قوي 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 طيب عليه حلو ادي واحد البيضه دي كمان خال لا شوف دي كمان ما شاء الله لونها حلو قوي 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 طب شوف حلو. عندك كده حاجة اهو الجاكيت ده حاضر حاضر طب ايه رايك في الهديتين دول تبقى طقم انا وزين لا 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 تنقل ايه انا مش عايز العين تتزاور فيك انت وهو لازم النظره تفرق بينكم وبعدين اسم معلم زين معلم زين ده الغالي ابن الخال انا مش عايز غير الرضا خال انا خليكم تقسموا الرضا والماليه بينكم بس المعلمه ما بتتقسمش هو معلم واحد معلم زين وانا في كتفه وطوعه يا رب يكون اللي انا شايف عليك ده مش غل عشان لو فتحت باب الغل مش هحل وهطلعك منها عريان نشوفه خير لم الحاجات دي وحاسب وتعالى ورايا حصل وبيحصل ما تطلع لي يا ابني الحاجه المستورده يا باشا حاضر اهو في حاجات تانية اهي بص دول هيعجبوك قوي اهو ماشي يا زكريا كتر اللي في قلبي منك انت والمحروس يا عالما بالامر كله عبدك تحير فدله
وإن كان في الأمر تعثر فبفضل جودك وكرمك حلو. بفضل جودك أنا اللي قاطع فيه إنك هتزعل مني لما أخذ بطاري من زين. وإنت إنت النور اللي نور سكة ربنا. خايف من زعل المخلوق وما انتش خايف من عقاب الخالق؟ القتل حرمة كبيرة. كبيرة عليا وحلال زكريا؟ يا أخي ربك مطلع على القلوب وعالم بدواها، وأنا دواها نحرق قلب زكريا. أيوه هو اللي سبك بالغدر، وأنا كنت حاسبه أخوي وقطعنا سكة الأيام أنا وهو سوا. المال الحرام يفرق ما يجمعش يا ابني. كلنا مكوين بنار زكريا. أنا لما جيت أخذ بطاري مني خدت 7 سنين سجن، هو قتل ولدي خدش فيه يوم واحد، لكن خد كل كنوز وأسرات المقبرة اللي أنا فتحتها خدها لحاله. وانت رماك في السجن عشان يطلع كمان اللي تحت الضريح، ودعبس خلص مني عشان يركب السوق بفتوة جديد ما يوقفلوش كل لقمة في الزور. وأنا من أول لقمة كلتها معاه كسرنا الرغيف على عنينا وحلفنا يمين على الخاين والد الحرام إننا متحرمين على بعض، مال وعرض حرمة الإخوات، وهو هو خان الأخوة. تعرف إن أول جريمة قتل حصلت في الدنيا يا سبحان الله كانت بين 2 إخوات وأخته مراسي اللي هي مرتي سبقت مليتي بالتوكيل. معلش أنا اللي أستاهل. أيوه الفلوس عمت عينيا والحريم غية بشاير، أول ما عرفت إن العين والنية على مراسي وقفت لي، بس أنا طول عمري عفي شديد كهل حديد للحن وليلين، بس ها طلعت من المولد بلا حمص. طالما أنت مع الله فأنت في خير دائم. كلامك حلو قوي يا عم رحان، وهو ده اللي هون علي سنين السجن. بس أنا من يوم شفتك ما خبرش كيف أنت قادر تلجم روحك وتعوش عن الطمع. أنا طماع أكتر منك يا ابني، لكن طماع في النافع، طمعان ان يبقى لي قصر في الجنة مش بيت في الدنيا. عاوز جسمي يتنعم ما يتحرقش في النار، طماع اني ألقى الأحبة في الجنة وما تحشرش في النار مع الأغراب. انا طماع مع ربنا، طماع قوي 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 مع ربنا، وعيني دايما على الدايم مش الزايل. والورايا يا ابني يا لطيف 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 يا لطيف. بس مش هحب الطاق ولدي وهقتل زين وزكريا، يعني هقتل
شهوة شكبية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كله تمام يا خال. حلو، دخل الحاجات العربية يا ابني. افتح هات الباب. ناقص حاجة تاني يا عزوز؟ ناقص ايه؟ ده انا جبت كل حاجة، اتنين وتلاتة قطم، حتى الشرابات والفرش البرفانات. امسك يالا، امسك يا بابا، اقفل الباب، اركب يا خال. استنى، ناقص حاجة تاني. ناقص ايه؟ بقول لك جبت كل حاجة. العربية، يلا يلا يا خال. اتفضل. هتلاقي تليفونه فاصل شحن. وبعدين البت حبيبه مفلوقه من العياط، كسرت قلبي عليها. ومن امتى الحنيه جنيه؟ جن لما يركبك. هو انت يا ولد بتشتغل التهزيق؟ انت بتلم يا مراسي عشان اعمل اللي جاري بتاعت انا. عزوز نازل وانا اللي طالع. وزين يلزمه ظهري يحميه، وابو مني اللي ما يتمنى له الاذيه. الديب الكبير بلاوه كتيره، وساعتها هكون عظمة واكمل شرع ربنا واتجوز الأربعة. اديني بسرعة، ديب الكبير جاي. ايه يا ولا خايف ليه؟ هو انت مش مفهم المعلم اننا بنحب بعض وهتتقدم تتجوزني؟ انا مراتك يهطل. طب وساعتها هتقولي له بتعملي ايه هنا يا مراسي؟ يا مسبتي؟ ابقى فكرني يا فرقتي نكمل كلامنا في حكاية انك عاوز تكمل شرع ربنا ده. قلت اللي قلت لك عليه؟ هتبقى ليله ولا الف ليله يا معلم. حقنة دي هتريحها شويه. فين جوزها؟ مصدوم يا عيني، كان نفسه في حته عيل، بس دعوه امه قطمت ظهره. ربنا يصبره. قول لي يا دكتور، السنيوره دي هتطلع امتى؟ لحسن لو ابوها عرف باللي حصل هيعلقنا كلنا. هيوزع لحمنا صدقه على صحته وعافيته هو والحيل ابني. الحقيقه هي مش هتنفع تخرج قبل 3 ايام. مفيش الكلام ده يا دكتوره، ساعتين وهنطير. لا ساعتين ايه؟ محتاجه راحه تامه ومتابعه. هنريحها وانتبهها في البيت. لو هتخرج من هنا هتبقى على مسؤوليتك، واتوقع اقرار بالكلام دوت. باشا ورقك وقلمك وانا جاي وراه، همضيلك على اي حاجه. وعلى اذنكم. خلاص يا عزوز، مش هبقى ام عيالك، مش هبقى أم حد خالص. هي الدنيا جاية معايا بالعكس، ما فرقتش، خليها تجيب آخر الخراب. هو طلعني يا عزوز، أنا هعيش خدامة تحت رجليك. حبيبة، الأيام اللي جاية دي كلنا هنعيش خدامين تحت رجل أخوكي. الأيام الجاية دي ريحة تقيلة على صدري، سواد. أخوكي ركب وابوكي بيسلت السجادة من تحت رجلنا واحدة واحدة. ما تقولش اخويا، انا حقي هاخده من زين بعد اللي حصل لي، وزي ما قلبي ما اتحرق على طنايا من قبل ما اشوفه، انا هحرق قلب ابويا عليه. زين جوز بت اللي قرب له اسخاطه مسخ لا كامل ولا كسر. وتعادلي بقى يا بنت الخدامة، لحسن انتي خلاص ما بقت فيكي حتة ابوظها لك. استني بس يا حظ، اما نشوف البت في راسها ايه. ما ديكي شفتي جراي راسها وتفكيرها، سيبوني بقى تكتك، ادوني فرصتي. احنا نسمع كلام امي. لما ما هتتجوز الكبير هحنن قلبه عليك. وانت يا واد يا عزوز، عايزك تشغل البت جميله. اقله تجيب لك حته عيل يشيل اسمك الوسخ، وفي الرايحه في الجايه اقول له ايه؟ تعالى يا ابن الكلب، روح يا ابن الكلب. يا اختي بتعيطي؟ عيطي يا اختي، العياط حلو للي زيك، أقله يجيب أجلك بدري بدري. عياطي يا أختي.
ايوه انك بتقولي ان مفيش حاجه عجباك ولا يهمك، لما تطلع هات اللي على حاجه بعينك. المره الوحيده اللي رحت اشتري فيها لبس امي قالت لي لو في حاجه عجبتك ما تبينش عشان الراجل ما يغليهاش علينا. من ساعتها يعني وانا ما بعرفش ابين لو في حاجه عجبني. حاجة عليا هاكل يا زين، الله يسامحك، يتمتنا احنا الاثنين. بالك يا زين، قبل انت ما تظهر انا كنت خلاص بسلم نمر، وجسمي ما عادش مهودني، وطول الايام حط على كتافي لحد ما ترميت في حضني، رجعتني شباب زي ما خدتك في حضني يوم ما اتولدت. بس اللي قاطع فيا ان ايامي في الدنيا معدوده، عشان كده عايز اشيلك الشيله واركبك فوق ظهري فرس الدنيا عشان تبقى فوق. انا يابا مش عايز غير ضمي ورضاك عني وخلاص. اوعى تكون صدقت كلام امك، انا مالي كله، كل مليم فيه بعرق جبيني، حتى فلوس الاثار انا فرقتها لوجه الله، وبعد امك ما مشيت انا كل مالي كتبته في الدفاتر صادر ووارد. وشوف الدفاتر وشوفها بعينيك، وانت تعرف ان الحمد لله رب العالمين بعد ما رميت الحرام ورا ظهري ربنا عوضني من وزعه ولا حلال. أنا يابا عزتي للعيلة والناس مش للمال. أنا خدت على الشقة خلاص، وابنك كسيب بيعرف يجيب الجنيه صحيح، بس الدنيا يعني معنداني شوية، بس هفضل عاكس فيها لحد ما تقع في غرام. اعتبرها دايبة في زباديبك دوم. مالك يا زين، الزمن ده لو جاك المال يجيك كل اللي تتمناه، والمال اللي عندك يسخر لك الجن ويجعل لك في البحر طريق ويخلي لك ألف عبيد. هي أمي فين يا أبو؟ حتى وأنا واقف قدامك مش شايف غير أمك يا زين. أمي علمتني كل حاجة إلا إن أنا أعرف أعيش من غيرها. وأنا قلت لك لأجل عين تكرم ألف عين، واللي يبني بلحة حلاوتها تبقى في لساني، وامك رعيتك وكبرتك وخليتك راجل ليها دين وجميل في رقبتي. انا همشي انا واسيبك ترتاح عشان اكمل مراسم استقبال المعلم زين كبير الديابه. كبير ايه بس يابا، انا غلبان، انا كبير ياكل عيشه واكل لقمه واخش انام وارتاح، ولا ليا ولا عليا. مين هيشوفني كبير وانا عارف مقاسي كويس؟ العين اللي مش هتشوفك كبير مش هتشوف تاني، فاهم يا زين؟ انفض غبار الماضي ارميه، خش في دنيتك الجديده بقلب جامد وابوك في كتفك. حوار خدنا كان ورايا كذا مشهور كده. زين نام مرتاح، بكره الصبح هتلاقي اهل الديابه كلهم وانا على راسهم، والحته كلها كبير وصغير مستنيينك ومستنيين نظرتك وطلتك عليهم. وعلى فكره الواد اللي هو صاحب البيت الورش اللي انت كنت فيهم دول رمى حاجتك في الشارع وطرد اخو خطيبتك. ما تقلقش، هو في ضيافتي، بس البيت والورشه دول بقى خلاص ما حدش لهم عزا. يا معلم كبير الديابه زين ارتاح، اسيبك انا تنام ارتاح بالاذن.
حلو تعالكم معانا. مفيش تعب ولا حاجه يا باشا. حسن باشا امر ان زين يستثنى اجراءات الزياره بتاعته واحنا بننفذ الاوامر. واحنا بالراضي اللي بننفذ الاوامر. خدهم حطهم في جيبك، ده رزق وربنا بعته لعيالك. وبعدين يعني احنا داخلين على فرحه العيد، تجيب لي العيال شويه ترمس ولا كحك؟ عزوز فين؟ بيشوف الست حبيبي، قصدي بيقيس الضغط عشان دماغه وجع شويه. جاري حاجه؟ الست حبيبة مالها؟ مالها؟ خير؟ راحتك يا سيد المعلمين. تفضل. سلامتك يا حبيبة، ربنا يصبرك يا بنتي. قلبي معاكي. قلبك ما فيهوش غير زين. ما تاخذهاش يا خال، البنت من ساعه ما هي طلعت مع عمليات وهي بتخطرف، شويه تروح شرق وشويه تروح غرب. بات معاها يا عزوز. عناية. ومن الفجريه تجيب ونش تشيل عربيه زين وتحطها قدام الاسم، مش عايز حد يسوقها قبله. اه وانت يا مراسي انت وحظ، يا ريت بقى تتابعوا الذبايح والاكل. أنا عايز الحتة كلها ينوبها نايب كبير قوي من راجع الزين، وتملوا الحارة زغاريط. إيه يا بنت الغبي؟ ده أنا ضمنك عند الدكتور. سيبني يا عزوز، سيبني أموت وأريحكوا مني. بس قبل ما أموت يابا، عايز أقول لك إني بكرهك. بكرهك وبكره زين. وبكره الدنيا كلها. بنج خالي بنج. امال زين باللي جرالك يا بنت امك؟ ما صحيح العرق اساس. امك ما كانش يقفل وشها ويطفي نور عينيها غير سير الزين. ايه؟ مستكترين على زين رجعته؟ ولا خايفين الاسم لا تجور عليكم؟ اسمتي يا اخويا، المال مالك تحكم فيك اسمه يا حلال؟ احكم. واللي مش هيعجبه حكمي هيدوق شري. انا عارف سرايركم، ولو فيكم فرع وسخ انا هقطعه. مش هسيب لي زين غير الفرع اللي يضلل عليه، وبناقص من الناقص. استنى يا خير، استنى. خليك هنا دلوقتي. هدي نفسك يا اخويا، هو انت هتاخد على كلام العيال؟ عيال ايه يا اختي؟ خليه يكسر ظهرها. معلش يا خالي، كسرتها في ضنها وجعاها. هي زعلانه عشان شويه الدم اللي سقطوا منها، وانا ما اتحمقتش على الطول والعرض اللي جاني بعد حرمان. اسر الكلام، محبه زين تزرعوها جوه قلوبكم. حاضر. ما كانش بالرضا يبقى بالغصب، واللي مش هيحب زين بخطوه هياخد على خطوه. عزوز، خد امك وخالتك واختك ورجعوا الحاره، افرشوها زغاريط. زغاريط تصحي النايم وتصحي الميتين كمان لو جيك شقه. خير الكل لازم ان يفرح برجوع حبيب اخوه المعلم زين كبير الديابه. ورايا فرق وراك لاخر نفس يا معلم. حبيبي اخوك شكلك متفق مع زكريا على مصلحه، هي دي اللي كبرت زين في عينك. يا ام زين حبيب اخوه، وانجلك الغصب وخطب الرضا. انا حبيب اخويا. يلا يا اختي، يلا يلا روحني يا عزوز، عايزه اروح ارقص وهيص للكبير. Thank you.
الكل يا ام المرحوم. هما دياب عايزين ليه؟ مفيش، الديب الكبير طلع براءه ولي العهد، بكره هتبقى هيصه كبيره قوي، مستنيكم تشرفونا. هو مش كان متهم في قضيه؟ طلع الظلومه والديب الكبير طلعوا منها زي الشعره من الكفيره، والنبي لا تشرفونا. الفرحه ما تبقاش فرحه غير في الحبايب. انا رجلي ما تحطش في مكان ويجي وراها فرحه. يا جميلة، خلي الزغروطة دي لبكرة. هو أنا بفرح كل يوم يا عمي؟ ده أنا فرحتي بخروج زين مخلياني مش قادرة أمسك نفسي من الفرح. طب روحي وابعتيلي اسمه فرج ده. من عينيا. تعالي زينب. اتفضل يا خال. بقول لك إيه؟ تروح تصحي عظمة الجزار، قول له جيب العجول اللي عنده كلها يبيعها بكرة تحت رجل المعلم زين. حاضر. روح. كبر يا خال. يلا. ألف بركة يا أخويا، حلاوتي محفوظة يا ابن أبويا، وحلاوتي الكبير كبيرة. أيوه أنا بعرفك، تقول لك خد دول. دول بس؟ يا سيدي دول تصغيرة، لحد بكرة المكافأة الكبيرة بقى هتاخدها من معلم زين أول ما يرجع إن شاء الله بالسلامة. ربنا يخليك. يلا اخويا ربنا شفاه على رجعة ابنه، كانش بيقدر يصرف طوله، انما دلوقتي واقف زنهار. انت مش قفشت القرشين يا كرم؟ اه اكتب. من امتى خالي عيان؟ احنا هنكتب الكدب ونصدقها ولا ايه؟ من يوم ما بطل ياخد الدواء وهو مبرطع، احنا لازم نرجعه ياخد الدواء تاني عشان يفيص والمالية تروح للمحروس بالشرع والقانون. عزوز قول حاجة، لا كلامك هو اللي يفيد على الدوام. ها ولا خلاص راحت عليك؟ أنا عمرها ما تروح عليا، أنا اللي بوديها وبجيبها وبكيفي بوقف على سفن. احنا لازم نبطل الدواء الهباب ده، أبويا لو راح هتطلعوا كلكم المولد بلا حمص. وحنقول له ايه بقى؟ هنقول له انك سليم واحنا كنا بنديك الدواء عشان يهد حيلك ويجيب اجلك وتموت ونورثك، ودلوقتي خلاص زين ظهر ولازم توقف الدواء عشان هو اللي هيورثك. لا انا عندي فكره. ايه؟ انتوا تساعدوني ان انا اتجوز زين زي امي ما قالت، ونمشي البت الحربايه اللي جايبها معادي من هنا، وانا هراضيكم لما زين يورث. حربايه في عينك وعين اللي يحاميلك. الله، أنا مش خالك اللي هتسمموه يا قتالين القتلة. ما تخافوش، مش هقول له حاجة. أنا من مصلحتي إنه ياخد الدواء ويقضي يومينه بسرعة ويروح خفيف خفيف. وزين يورث، وافضى أنا بقى لتأديبكم يا شوية نورية. ما تحترمي نفسك يا بنت أنت. ما هو لو الكبير كان احترم سنه ما كانش الصغير أقل منه، واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. احنا بقى بيتنا من ازاز وبنزق للناس بالطوب. انا يا غريب خليك اديب، بس على راي المثل ابوك البصل وامك التوم. تجيب الريحه الحلوه دي منين يا مشؤوم بيت؟ اما الزمي تمامك، انت ما تعرفيش قلب حظ. صحيح الوطي لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه يسبح. يسبحوكي وانت طالعه على تربتك، وافقع زغروطه في خرجتك، وارقص على قبرك وانا بتاوي جتتك، ولم نفسك يا بنت انت عشان ما تكسرش دماغي. لا يا حلوين، ما احنا مش اطباق ملامين عشان تكسرونا. انا عامله تقدير لاختي وحساب لزين، لولا كده كان زماني عاملاكم حلاوه الموسم. الله، طول عمرنا يا اختي بنسمع عن قله الربايه، لكن انا اول مره اشوفها. وانا طول عمري اسمع عن الكوتش اللي بينور، بس اول مره اشوف الشبشب اللي بيتكلم. ام اسمعوا بقى يا حلوين، من اليوم وطالع مفيش واحده تدخل البيت ده غير لما تدخل بادابها،
وإلا هسلخها بكرباج قلة أدب. الكلام ده لينا؟ لو الكلام ده لينا يبقى أنت من قاعدينا. اللي لقى الكلام على مقاسه يا حبيبتي يلبسه، وإحنا مش هنحوش حاجة عن حد. بالظبط كده، ومن الآخر حبوني عشان مش هتعرفوا تحاربوني. إيه يا جميلة؟ يا خال في إيه؟ صوتك جايب آخر الدنيا. الحقني يا عمي، عمتي وعزوز زعلانين مني عشان بقول لهم ما ينفعش نخبي عنك كلام الدكتور. دكتور إيه؟ الدكتور بتاعك بتاع المرض الوحش بعد الشر عنك قال ان احنا لازم نزود جرعة الدواء عشان حالتك بتتأخر. سيبك منهم، من النجمة تروح لزين المستشفى. حاضر يا عمي، بس اسفة لقطع كلامك، ممكن اوصل الجماعة واقفل وراهم الباب لحسن الناموس بيملى البيت؟ شرفت وانست. يلا يا ام عشان ناموس. بالإذن يا أخوي. عزوز أمر خال من النجمة ألاقيك قدام الباب. حصل وبيحصل. بالإذن. ربنا مديك كل حاجة إلا رقمي. لغيني، عجباني دماغك. مش دماغك بس، هفكر. انا عارفه ان انت اللي بدلتي العصير. اخس علي، الدنيا ما بقاش فيها امان. ما تيجي تشتكيني لعمي وتقولي له ان انا السبب في سقطك وبوار بطنك اللي مش هتشيل ولا تطلق تاني، وتعيشي كده زي الجدر اليابس بلا فرع. مش هسيبك. انستي وشرفتي يا طنط مها. شفتي انا بحترم اللي اكبر مني ازاي؟ سهل انت برضه. ده كده هتظلمني يا عم، ده انا حتى يتيمه ومسكينه. انا مش عايزك مسكينه، انا شايف انك قويه قوي وكسر شوكتهم ومش هيباهم، والديابه عايزين اللي زيك. انا عايزك تفتح عينك على زين، عشان زين ده رباط بنت الدرويش، بس زين قلبه اخضر وانت قلبك اسود ونبك ازرق، وانتي اللي هتبقي شوكة في حلق الديابة. ده انا غلبانة والله يا عم، بس اللي يجي عليا اجيبه تحت رجلي. اخوكي فين؟ دخل ينام بعد اذنك طبعا يا عم. يا جميلة، هو الباسورد بتاع الواي فاي هنا كام؟ حلو الترنك ده بتاع عزوز مش كده؟ ياكل منك حتة. ربنا يخليك. يعني يا معلم الورد دي كلها والزينة دي كلها ومفيش شوية شماريخ؟ شماريخ ده زين بيموت فيها، بيعشقها. بص انا هنزل اجيب شويه شماريخ لزوم البهجه ترند. اي حاجه يحبها زين اعملها. الشماريخ انا بحبها. وانت يا فرج لم الرجاله وفتح عينك ليل نهار، امن زين في رقبتك. رقبتي في ده المعلم الكبير. رقبتك ومصلحتك مع زين، بدل ما مراسي بتبيع وتشتري فيك انا هعمل لك عتبه وماليه لوحدك، وهركب كلمتك عليها عشان تبقى راجل بره وجوه. وانا خدام منك يا معلم. لا انا عايزك سند وظهر وفتوه مش خدام. ما الخدامين على قفا من يشيل. طب انا هروح اسيطر يا معلم. فتح عينك على نايه وبشاير. حاضر يا معلم. حد يعمل في نفسه كده؟ عورت نفسك؟ راح كده مجلد عليا دي يا صغير، فاكرني مدبوبه؟ مدبوبه؟
يا بنت انا ما اعرفكيش اصلا، هتقتلي واحد من كلمه تعرفي تقتلي لي؟ يا ناهي، من يوم ما الزغاريت عليت في الحتة وانت صوتك اتقطع وسرحانة في ملكوت ربنا. مفيش يما، بزيت الطبنجة ورص فيها الطلق. خلي عنك انت يا بنت عشم، الطار اللي ما يخلص من اول لقى عمره ما بيخلص. أبرد قلبي على زاهري بيدي. انت صحيح زرعت الصعيد بس ربايد بحري، مالك انت بالصعيد وهمه وناسه؟ ايه اللي بتقوليه ده يما؟ بتغف امك يا ناحيه عشان كده قلت اجسر عليك سكه اللوع. زين ده ما يجمعناش بيه غير الطار، هناخده ونعاود البلد. تتجوزي والد خالك برضاك بكسر الرقبة، كلمتي هي اللي حتمشي. ونكسر كلمة الرجالة؟ قولت أبوي نفدة فيها وفيك يا بشاير، وأبوي قال هو الله يخلص طار زهر بيده. أبوك يقول براحته، قلب الرجال حمال بس قلب الحريم زي عود القش ينكسر من أقل حاجة، والمرأة اللي تكسر قلبها في البكري ما يداويش كسرتها غير الواخد بالطار. طيب نحط عيننا عليه لحد ما ابوي يقضي مدته وهو اللي يخلص طاره. استكتروا على شيبه ابوي بايد يده بطار ولده. لمحتها في عينك يا بنت عشم، وكدبت عيني وصدقت ربايتي وقلت لا، ما هي عاقله ملهاش في بحور المحبه ولو على الحريم. بس يا مين بعظيم، اربطي قولك يمه، انا بنت عشم وبشاير، ربايا نظيفة ملهاش في اللوعة والمسخرة وجلع البنته. اللسان بيقول كلام مرتب كأنه صدق بس العين فضاحة. اوعي يا ناهية ما تحرقش قلبي على الواد والبت، اقتلك بيدي. باه باه باه، اللي بتقوليه ده يمه؟ قول ده عشان عصبي خاني في اول لقى وما قتلتوش، هو انا شفته غير مرة؟ هو كده الكره يعشش في القلب سنين، بس المحبة بنت الكلب هي بصة في العين. لا يمه، حديتك بقي ماسخ صح، ولولاش منت امي انا كان بقالي حديت تاني خالص. بعدي يمه بعدي. استغفر الله الذي لا ازوز يا ماما زهيرة. السحور انت ما بترديش عليا ليه؟ زعلانة عشان بتندهيلي مش برد عليكي؟ اه. طب ما ربنا كل يوم يناديلك خمس مرات وانت برضو مش بتردي عليه. ربنا بينادي عليا انا خمس مرات؟ مش انا قبل كده قايله لك ان الاذان ده يعني ربنا بيندهلك عشان عايز يشوفك، واتفقنا انك هتصلي؟ ويا الصلاة هتعمل ايه في البلاوي اللي انا بعملها؟ ده انا سوسة ولساني مبرد وبكذب اكتر ما بغسل وشي وبنقل كلام وحاجة اخر سفالة. معلش ولو برضو صلي عشان ربنا يهديكي. تعالي يا جميل. يعني انا بعتك تندهي زوز تقعدي جنبها؟ يلا روحي حضري السحور على ناكي. روحي. طبعا انتي فرحتك بخروج زين مشبعاكي. جميلة، لما زين يطلع عايزاكي تقنعي معايا عشان نمشي من هنا. ايه ده، هو انا ما قلتلكيش؟ في ايه؟ مش احنا ما بقاش لينا مكان غير هنا؟ وحتى لو لينا مكان تاني انا مش هطلع من هنا غير وانا متشاله مرابعه على المدافن عدل. يا بنتي بعد الشر عليكي، اهربي انتي وزين من اللي انا هربت منه زمان. الديابه والمال الحرام دول هيقضوا على زين. يا ستي سيبك بقى من الحلال والحرام، الزمان ده محدش عارف ايه الحلال وايه الحرام. يعني مش حرام ان واحد زي زين بعد الشقة ده كله ما يبقاش عارف يفتح بيت ويتجوز؟
ومش حرام ان واحده زيك يبقى تمن علاجها وانها تخف وتعمل العمليه تمن موبايلين في ايد عيل صغير في المدرسه؟ انا اتعلمت وخدت الشهاده الكبيره عشان الدنيا ما بقالهاش حجه معايا، ورغم كده لو عدتني، بس انا مش هسيبها غير لما مد ايدي واخد كل خيرها. راحه البال اهم من المال يا جميل. لا انا ما عنديش مشكله يبقى معايا مال وبالي متعكن. استغفر الله العظيم، زمان لما كنت اقول لك ذاكر الدين تقولي لي ما فيهوش سقوط ونجاح، ادي النتيجه. يا زهيره حلفه، ما تاكلي من عيش وملح ولا ايه؟ اللي تحرميه على نفسك ما تحرموش على غيرك. انا مالي نظيف والمحاسب جاهز بكل الاوراق. اللي هيحاسبنا في الاخره مش المحاسب، وكل حاجه عملتها سجلها في مكتوبك. خلاص خلي الحساب ليوم الحساب، ما تسمميش دماغ اللي هتقف لهم وهتعمل اللي انت خفت منه زمان وهربت بزين منه. تعالى يا جميل انا الصحر احنا يا بنتي، اهو اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. بينفع نفسه. ادعي لنا زهير، ادعي لنا ادعي لنا. ربي إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حبيبي دائما، مش هنتوب بقى عن خطف الألوف؟ ده إيه الحلاوة والشياكة والمذهب ده كله؟ الحلاوة كتير بس مفيش قلبي ساعك قد قلبي، وانت خلاص دلوقتي عيشتك ارتاحت والبنات هتترمى عليك. كلهم فيك، مفيش الا انت اللي كب كيك. إش إش إش، ايه الحلاوة والشياكة والحاجات الحلوة دي؟ أول مرة أشوف نفسي في عينيكي. الفقر وحش يا زين، عمر الفقر والحب ما اتجمعوا في بيت واحد. انت تخرج من هنا ونكتب الكتاب ونتجوز ونعيش عيشة اهلك بقى. مش انت زمان كنت بتقولي نتجوز ونعيش عيشة اهالينا؟ انا موافق، ولا انت غيرت رايك؟ انت امانه في رقبتي سايبالي يا عم حامد، وحته من قلبي مستاوي بيها على الدنيا ومصبرني على ايام. لا ده انا هبلغ عنك بقى وتتحبس تاني، طالما الحبس مخليك راغب علامه في نفسك قوي كده. انت كبرتي على ايدي يا جميله، بس طول الوقت حاسس انك هتضيعي مني. عينيكي بتشوف اللي ما بحبش اشوفه، خطوتك واسعه وانا عشمان في الستر. لا ستر ستر ايه اللي يسترك؟ ده انت ابوك عنده يجي 10 ولا 20 مليون، يعني هنقب. ابويا عنده اللي عنده لنفسه، انا ما عنديش غير حبي ليكي ودراعي. وماله؟ هتجوزك برضه عشان انت حبيبي يا زين، ان شاء الله حتى نشحت في الشوارع. ويا بخت اللي هنبقى من بخت. وبجيب دليفري منين دلوقتي؟ دليفري؟ عشان يوصل مشاعري. اعتبرها وصلت. نقطة ضعفي في الدنيا انت يا جميلة. ايه أكتر حاجة بتحبها فيا يا زين؟ كدب. أنا؟ كدب اللي يقدر يعرف ايه أكتر حاجة بيحبها في اللي بيحبه. لأنه لو عرف هيدور عليها في حتة تانية. احنا كده نحب ونتدلدق من غير ما نعرف ليه. حتى العيوب بنشوفها مميزات. يا ميزة يا لذيذة يا لذاذة يا طعام. العسكري مال بر ما يفضل بر كده. هتخرج من قضية السفاح تدخل في قضية التحرش بأنسة. ويا فين الأنسة دي؟ نعم ده انت أنسة الأنس ولذة اللزز وأكشة اللكش وحلاوة الحلويات. عارفة ايه اكتر حاجة حلوة فيكي؟ ايه؟ انك شبه الكشري. كشري؟ ايوه ده الكشري ده مليان حاجات حلوة. انت فيكي حب وحنية، وهو في رز ومكرونة وعدس وتقلية وفراخ وملوخية وكمال. الله 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 الله. صباح الخير يا ابو زين. المعلم زكريا بعت لك جدر حلاق يروق عليك، وهو سبق يجيب المحامي من البيت وحصلنا على النيابة. ايوه اوامر يا كبير. تسلم تسلم. انا هسبق بقى عشان اكمل مراسم الاستقبال،
صحيح، لو جودة قصر معاك اقتله وانا اجيب لك غيره. حلو قوي، حلو قوي، متشكرين. عاوز حاجة تانية؟ تسلم. سلام. متقلقش يا جودة، مش هنقتلك ولا حاجة يعني، متقلقش. ولو قتلتك هلبسها الجميلة. فداك يا روحي. الحلاوة دي. أطير أنا بقى عشان ألحق الكوفة. لسه في كمالة في البقالة. الحمد لله على السلامة بلدينا. خد يا راجل ناسك، تخبص على ولي نعمتك يا راجل، تخبص على ولي نعمتك. حبيبي ليه؟ ما انت صح عشان ديابة. افطارا سعيدا وافطارا شهيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. باه خير يا خال؟ ايه اللي دلك من البلد على غفلة كده؟ اياك عرفت ان والد زكريا راجع النهاردة. اياك فاكرة اني قاعد في البلد اطرشانة عن الولاء اللي قاعدين لحالهم في الغربة؟ طار ولدي هاخده بيدي اطراف. دبيتي اياك. ايه دبيتي؟ عاوزة تركبين العار كلنا صغار وكبير؟ ايه قدمت رجالتك لما تشمر وتاخدي طار ولدك؟ لا، سهل ولدك ده طاره في رجاب تاني. انا اللي هخلصهم. تعودي معاها على البلد انت وبنتك. ونجوز ناهية لغزال ولدك. ده يبقى يوم المنى. اطلع يا بت. اطلع هات الطبنجة اللي جبتها النوبة اللي فاتت. اطلعي. وفعل بتن تلقى في درج زاهر. كان غاوي نظري يضرب عيارين في الافراح. ولا قول لي اقفل المحل بجملة الخراب. أنا فتحته كيت في زكريا لما قال كل المحلات تقفل عشان يفرح بولده. يا عم الدنيا صناعة روسي وطلته نافدة وعزرائيل نفسه واقف على سن الناشنكان بتاعه. آه عزرائيل واقف اهو هايل. هعدلك 9 منه في الحته. عندك قد ايه؟ عندي 1000 حته بس. 9 منه ما يجيبش همه. سيبنا انا مره تامن بضاعتي يا عم الدنيا. قول لي بس انت هتشيل البضاعه كلها ولا ايه؟ يحق لك، يحق لك تتمم بضاعتك وانا يحق لي اجربها. هايل نافد وما بيطرطش دم. خلاص هاخد منك الكمية كلها غلاب. ابن المعلم زكريا هيطلع النهاردة يا معلم، وابوه عامله ليلة كبيرة قوي في الحتة. صباح جديد شريف خالي من الشوائب. والله هنبدأ اللعبة يا زكريا. روح جاهز الرجال عشان نقوم بالواجب. ألاقيش عندك حتة سنايبر كانس يا غلاب؟ يلا يا جدعان المعلم زكريا الديب بيدعوكم لحفل استقبال ابن الحبيب. يلا يا ابو سمر، يلا يا ابو محمد. يا اهالي اسم الشرف الكرام، اللي وراه حاجة يأكلها، واللي عنده مصلحة يقدمها، واللي عليه دين يتقضي في رجعة المعلم زين الديب ابن الديب الكبير. العيد على الابواب، والمعلم زين رجع للأحباب، واللي مش هيحضر فرحتنا هناخده غياب، وهتبقى ليلة أمه باب، والحاضر يعلم الغايب. كلام أخده قطع يا معلم فرج. يا أهالي اسم شلب الكرام. لسه فاكرة الزغاريد ولا كتر الحزن علمك البكا؟ عاوزاكي أول ما خالك يفضي الطلق في والد زكريا تملي الحارة زغريت.
فاكره الزغاريد ولا كتر الحزن علمك البكا؟ عاوزاكي اول ما خالك يفضي الطلق في والد زكريا تملي الحاره زغاريد. باشا صورت يا باشا باللي ضرب بنضار يا معلم زكريا. سعادتك مفيش ضرب نار ولا حاجه، ده شويه شماريخ.
زوم الفرحه والابتهاج بفك دقه زين ابن المعلم الكبير، يعني لازم يدخل بنار وزار. مالك يا انت سكتوا ليه؟ المعلم بس عمر يا باشا. ماشي يا معلم، مش عايز قلق هنا في الحته. لا ما تقلقش يا باشا، مفيش اي قلق. سمعنا يا ابني احلى سلام للباشا اللي جه يشرفنا وينورنا. كل واحد يروح لحاله، وبعد الفطار هنتقابل. السهرة صباحي والكل هيتراضى. يلا يلا بالسلامة. يلا يا شباب. بدلت الطلق وحطيتي في شنك عشان تحمي والد زكريا؟ لا يا عم. طب شوفي مين اللي هيحميكي مني. استهدي بالله. انجري قدامي. استهدي قدامي. افهمك يلا. قدامي يلا. استهدي بالله افهمك. ما عايزاش افهم. ما عايزاش. انا هقول لك. عنك انت يا بشاير. اضطر ده طاري والعار عاري. طب امي قلبها محروق على ولادها يا خال. انت ايه اللي حارقك؟ دم زاهر ولا مليت ابو زاهر؟ واخت زاهر اللي عاوز تجوزها لولدك عشان تكوش على المال كله في جيبك. رد يا خال قبل ما تسمي علي عشان تذبحني. يقول لي ذبحتني ليه؟ اكتمي يا بنت الكلب يا فجرة. انا مش بنت الكلب ياما، انا بنت ابوي وطوعه. ابوي اللي حالش الحديد عن طار. يعني انت بدلت الطلق كرامة لابوكي ولا عشان؟ لو يدك مش مال كربة يد بنتك يبقى سمي وذبحيها يا بشاير. بتدوسي على قلب امك المذبوح يا نهيه؟ ما خبراش ان اقدر اقطع حبه قلب بيدي. احنا فيها اتعاودي على البلد وتتجوزي ولد خالك. براو عليك يا بنت ابوي، براو عليكي. ده يبقى عداك العيب كده. عداكوا العيب يا خال؟ ده كده العيب بذاته. بتحكموا فيه وابوي يحسوا بالدنيا. ايه يما؟ من متى الرجاله بتحوش كلمتها الحديد؟ كلمة الرجالة نافدة لو عظم في جفة. أبوي مقامه فوق فوق يا خال، غيرش بس سور السجن عالي. لو قولك نظيف ومالوش غرض تاني يبقى يا بخت أبوكي بيكي يا بنت أبوكي. بس أنا قلبي شواف لو على بنتي، وأنفاسك ريحة تقيل على قلبي من يوم ما بان زين قصره. اتعاود على البلد، تجيب ولدك وكبارات العيلة وتروح العشب تحطوا الخمسة في الخمسة وتقروا الفاتحة، يبقى موافقة أبوها ورضاه. ونهي عاقلة ما تكسرش كلام أبوها، وانكسرته يبقى بدل ما نفتح لها بيت نفتح لها القبر، ومش خسارة فيها الموت. قلنا هو يا حاج عمو ودي ورا فرج. يبقى هات لي حته من القلب. حته من القلب بس؟ القلب كله رهن الاشاره. العب ورا. اللهم اني صايمه. اللهم قو ايماني. نكمل بعد الفطور. اظبط نفسك يا عزوز عشان ما تزعلش مني. في حد يزعل مني؟ يا خال. يا بطل هات ورق الحسابات ودير المعلم زين. ها حسابات ايه؟ ورق الحسابات ايه؟ اصنج. لا حسابات المحل وديها لزين. اه يلا. حصل وبيحصل خير. حصل. روح. انا عايزك يا جميله تفتحي عينك على الديابة، خصوصا حكاية الأكل والشرب. ما تقلقش خالص يا عمي، الأكل قبل ما ينزل جفنة هينزل جفهم.
عارف ان نبك ازرق محدش من الديابه دي كلها يقدر عليك. وراء كل رجل عظيم ست دماغ زي كده. عن اذنك يا عم. افرج خبر سيد المعلمين، لو كبرت مش عارف تسندل في الحاره انا اجيب اللي يسندل. والله يا ابي معلم ده انا باشاره من رهن ايدك ادمرك الحاره دي باللي فيها. انت نسيت الفتوانه خلاص، نسيتها وبقيت فكهاني بقى. سيبك من طق الحنك ده واملى مكانك عشان ما تجيبش اللي يملاه. ها ابعد، هات رجاله تسد عين الشمس رقبه زين قدام رقبتك، لو حصل له مكروه انا هسلخ روحك من جتتك. طول ما زين في امان انت في نعيم. فانا رقبتي فيها زين. طيب روح روح صندل وسيطر عشان جاي لنا ضيوف كتير من كل حته. روح. امرك يا معلم. يا كرم. ايه؟ ليه يا ابن ابويا؟ حاشر نفسك وسط الغلابه. ومقسمه بريتهم. يا اخويا انا غلبان، غلش بس انت باصص على جيبي انه مليان. والله ما يملي عينك غير التراب. نعمة ربنا جايانا. الله، نسيبها مرمية ولا نشيلها؟ ناخدها حتة حتة ونحطها في تلاجتنا. مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة فيك. بقول لك ايه؟ ايه؟ تدي حتة حتة من الكبدة. لا، الكبدة راحت بيت المعلم زكريا. ليه؟ تروح عند المعلم زكريا ليه؟ هو ناقص كبدة؟ دعوة صايم ساعة الفطار. يا رب يا تاخده يا تاخدني. ياخدك ربنا ياخدكم انتوا الاثنين. والله ما انت واخد ولا حاجة. امشي امشي غور بلادك، امشي غور. اكسر صيامك يا البوم. انا كسبت ولا رزقك افطرت. لو انت فاكر انك هتورث مال ابوك بس تبقى بجد طيب يا زين العابدين. ده مال مسموم، عين الديابه فيه مش هيسيبوه. الحق حبيب الله ياما. وانا مش باخد نايب حد. ولو انت فاكره ان غرض المال يبقى زرعتك اللي زرعتيها بايدك خابت ياما. فاشر، ده انا عارفه ومتاكده ان زرعتي حلال 100%. عشان كده بقول لك فارق، اهرب من المال الحرام. ليك عليا، يوم ما اعرف انه مال حرام هرميه ورا ظهري وفارق نفسه كده. استغفر الله العظيم. يا ابني الفلوس عدوة صاحبها وفلوس ابوك كلها عداوة، بلاش انت اللي تبنيها بايدك النظيفة دي. ما تخافيش عليا يا حبيبتي. انا عندي غيرك اخاف عليه. يا زين جت الدوشه اهي. الفاتر يا حبيبي اقراها بقى براحتك، دي فيها كل قرش داخل وكل قرش خارج. هتشوف كرم وفضل ربنا على ابوك. ما تسمعش كلام حد. ها انا حكيت لك كل حاجه. ما هو كل واحد بيحكي حكايته اللي تخليه هو بطل. ابعد ابنك عن سكتك. هيشوف هيشوف يا زهيرة. لعينين هيقرا والقراية تنور البصيرة. انت هتقرا يا زهيرة وهتشوف سمعة ابوك نظيفة. انا ما اكلتش قرش حرام. شوف يا حبيبي لو صدقت اللي قريته انا هستناك بره وتطلع وانت المعلم زين كبير الديابة وتحاوط على مالك وتقف جنب ابوك في اليومين اللي باقيين من عمره. ولو ما صدقتش يا ابني اعمل ما بدالك وانا مش هضغط عليك. يلا يلا زهيرة نقوم، خلي زين يشوف مكتوبه اللي فات ومكتوبه اللي جاي. قومي قومي
يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. وبتحاسبني في وشي؟ مين اللي ضرب عليا نار يابا؟ ده طار قديم يا ابني تهمني فيه ظلومه. مش مصدق؟ طب ثانية واحدة. اهو كتاب ربنا اهو. والمصحف ده على عيني والمصحف ده على عيني. ظلم في ظلم. زاهر اللي متهمني فيه ده في غلاوتك يا زين، وابوه صاحب عمري، والتهمة دي زي ما تقول كده ايه اتفصلت عليا تفصيل ولبستها. زاهر ده خنايا. ديب من يومك، عينك فرازة ودريان بالله حواليك. انا عايزك بقى تقرا الدفاتر دي كلها، ها؟ وبعد كده احكي لك كل حاجه بالتفصيل. يلا. حاولت افطر ما عرفتش اكل من غيرك يا روحي. انت عارفه انا بكسر صيامي على اي حاجه وبفطر بعد العشاء. بص يا زين، اسمع الكلمتين دول بقى من حبيبتك جميله. الدنيا ما بتديش البني ادم الفرصه غير مره واحده بس. قفشتها هتتنعم، جلت منك هتعيش طول عمرك تندم عليها. واحنا اتفتحت لنا مغاره علي بابا، قصدي زكريا بابا، اغرف منها بقى وقب على وش الدنيا وانا معاك. انا كده كده خدت على الشقه، يعني حتى لو قعدنا هنا هشتغل واخد اجره زي اي حد. وماله يا سيدي، نقعد واللي انت عايزه يكون. انا خايف عليك قوي يا زين. انا كده كده ما تخافش عليا، بس احب اللي خاف عليا. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على حضره سيدنا النبي صلى الله عليه. الحمد لله انك انت قريت كتاب ربنا كله. سبحانه، سبحان من يغير ولا يتغير. سبحان انعم الحال. كنت اخون زكريا في نفس الليله اللي قتل فيها زاهر ولدي. كنت متفق مع رجب الخانكة إن أسرق المقبرة وأبيعها لمرة زكريا، بس حدش يسبق الديب في الغدر. هو سبقني وبقيت أنا غشم مش عشم. هو المال الحرام كده يا ولدي، لعنة يحرق ما يخلي. ايش ايش لابس مداسة حفي؟ ايه اللي جرى وخلى اللي قدامه ورا؟ الدنيا سواقة اللعبة يا معلم، لا بتخلي اللي راكب راكب ولا اللي ماشي ماشي. ماشي يا فرج، انا هعمل نفسي مش هارش اللي انت بتلقح عليا، عشان لو هرشت اللي انت بتلقح عليا هلقح جتتك للكلاب تاكلك حي. العيال ما تقلقش على حاجة، وانعلت تتقلع. الرف فين؟ متلعن الست بشاير. الراجل ده ما يرجعش الصعيد، يرجع جثه من غير روح. ده كلام المعلم زكريا؟ كلام المعلم عزوز. عزوز اللي عارف ان انت دسيت المخدرات لدعبس عشان تمسك مكانه وتقبل فتاوه. والسر ده بقى تقيل على قلبي قوي يا اخي. عايز افضفض لدعبس. قول ايه رايك يا معلم فرج؟ اللي تؤمر بيه يا معلم. حادثة نظيفة مفيهاش غلطة. نجدد الأحزان داني عند عاشم وفعلته، ونجدد الطريق القديم. بس يا معلم، من غير بس، اللي أقوله ينفذ ويكون. اللي تؤمر بيه يا معلم. جدع فرج، قبل لنا بقى حبتين شاي وخلينا نصطبح. البوتاجاز هو واقف ليش؟ انجز وهشوفك. سلام.
خير. مساء الفل. هو المحلات كلها قافله كده النهارده؟ هو في اجازه؟ اصلها ليله ابن خالي كبير السوق، ومفيش اي عين في الحته تقدر تفتح العتبه بتاعتها طول ما احنا فرحنا منصور. طب وبعدين انا جاي لكم من السويس مخصوص. يا نهار ابيض تنورينا. واموري عايزه ايه؟ انا بس كنت محتاجه جير بوكس العربيه دي. احلى جير بوكس دي. وحش واد يا زين، بتعمل ايه عنك؟ هتم مفتاح المحل. نعم ليه عين ام؟ مصلحه يما مصلحه. وانت من امتى ليك في الشع والمصالح؟ ده انت مقضيها طول وعرض. الله جاب الله خد الله عليه العوض. يعني ولا كده عاجب ولا كده عاجب. هات يما المفتاح. اوعي يا ابن مراسي، النجاسه في عتبه الرزق وحش. انت على طول دماغك شمال كده يما، هات المفتاح. هو الرجاله كده ما يجيش منهم يمين ابدا. ولا ايه رايك يا فرجتي؟ حبيبه قلبي اموريني يا مستبده. بقول لك ايه يا فرجتي؟ ابقى فكرني نشتري ازازه سم جديده بدل اللي طفحوها. عايزاني لي لما تقولي لي بعشقك ما صرخش واملى الكل اهات. يصرخوا عليك متشال في نعشك يا فرجتي. أنا يوم ما اتدليت مصر جيت ماشي جار شريط القطر، ما أنا ما معيش حتى، والشمس خرمت نفوخي لحد ما دخلت الحتة وأنا بدور على شغل. اتلقاني زكريا قال لي اشتغلي معاي. سألت شو والله الشغل يبقى ايه؟ قلت اشتغل يا عود. كنا نرمي التعبان في البيوت وندخلوا على السكان نخوفوهم ونقول لهم هنطلع التعبان وناخد حسنتنا في آخر اليوم. أيوه في آخر اليوم قبضت من زكريا وجاب لي نواكي. قبل ما أكل سألته هو إحنا كده مش بناكله حرام؟ قال حرام أتاكلش. جوع كافر شمرت كمل ومليت خشم. أتاري بحور الحرام غويطة غويطة قوي. لما هتخلي ربنا في قلبك كل الألام هتتداوى. ما تعملش حاجة يا ولدي قبل ما تشوف ربنا فيها وقبلها وبعدها. خسرت والدي طناية والمال خديته من راسي وأنا في السجن
جد الدنيا غلبان واطلع منها زلفان. انا اللي قاطع فيها غدر الصاحب اللي كنت مفكر انه اخوي طير البرج اللي في نفوخي. لا حول ولا قوة الا بالله. انسان في الدنيا ليه ثلاث اصحاب، صاحب معاه ويفوته وده المال، وصاحب معاه لحد باب القبر ويفوته وده الولد. فينا فينا. وصاحب معاه دنيا واخره وما يفوته وده العمل الصالح. اختار الصاحب الدايم في الدنيا الفانية يا ابني. انا صاحب الطار، والطار نار، والنار اللي في قلبي هتحرق زكريا وكل عائلة زكريا. يا بت يا بت، انفض الحزن اللي يجيب اجلك. اللي جاي كله حزن يا عمتي، اخوكي زاد كرهه في قلبي قوي، واخلص منه حق امي اللي ما شافتش منه ريق حلو حتى وهي بتطلع في الروح. امي اللي كتمت وجعتها وهي بتموت عشان ما تقلقش مني. كانت عارفه اصول الخدمه، خدامه الله يرحمها، كانت خدامه بريم ما تلاقيش منها اليومين دول. ما كانتش بتاكل الا في المطبخ، كانت بتاكل فضله زكريا. يلا بقى هتطلعي لها وتبقي زيها، ده لو عزوز بقاكي على ذمتي. حظ احمدي بقى يا هيمه. ايه؟ روح اقف مع الرجاله وسيطر عشان هتبقى دراع زين اليمين والشمال. جدع. الله، ده الجمع مجتمع، مش فطار وفطرنا؟ هنفضل بقى نلضم الفطار في السحور؟ مش ناكل ونغور ولا ايه؟ بقول لك ايه يا بت، هو انت ما لبستيش كده ليه فستان شفتشي عشان عريسك زين لما يجي يشوفك ويملي عينه؟ يا عروسه. على رأي المثل الخنفسة عند أمها عروسة. هو انت يا بت انت محدش قادر يلمك؟ ما تلم الحربة يا أختك، ولا سكتنا له دخل بحماره. صحيح، عيب يا نوسة، لحسن طنط مارسي زعلها غالي، بس أنا بقى أحب أصرف وبعزق. طنط يا سبنسة القطر، ده اللي يدور في الورق يلاقيك أكبر مني، غير شبس ابن أخوي يا رمرام. لا اظبطي كلامك واعرفي تمامك، بدل ما اجيب اللي وراكي قدامك. انا هنا الهانم ست البيت، تحبوني بدماغكو بس تحترموني والجزمه فوق دماغكو. حظ. بقول لك ايه يا اختي، هو العز كده يهبل الجعان. لو انتي الصادقه، الفلوس زي الامل تلزق في المعفنين. اي خدمه يا زوزو، ظبطتلك نسايبك. بص يا جميله، لو انت فاكره انك هتقدري على الديابه تبقي غلطانه. انت صحيح واعيه، بس الديابه جاحدين وما بيعادوا ما بيرحموش. يا بنت يا حبيبتي، زين بيحبك، خديه، ولو قلت له هنروح نعيش في كوخ فوق جبل هيطوعك ونفيدي بيه من مكر الديابة. ده يبقى بطر، ربنا بعت العز والنعيم والفلوس واحنا نسيبهم وننفد؟ تحب الفلوس زي عينيها، ما القطط برضو بتحب السما. بس تنزلش البحر تجيبه هتغرق. شرفت وانستي، انا كلمتلك الميكانيكي عشان يجي يركب لك الجير. ما تنسيش تبقى تديني فيسبوك بتاعك نضيف بعض، ولو احتجت اي حاجه انزلهم في الخدمه. يا عزوز قوم رخيت. قولي، جهزت اجتماع الديابه؟ قومنا نفذ، حصل وبيحصل. كويس. زين، رجعت الدفاتر؟ سرقة كبيرة.
جهزت اجتماع الديابة؟ عمرك نفذ حصل وبيحصل. كويس. زين. رجعت الدفاتر؟ سرقة كبيرة. سرقة ايه فيها؟ ممكن يكون المحاسب غلطان. لا، المحاسب مش غلطان، المحاسب حرام. المحلات كلها بتتسرق يابا. تتسرق؟ سرقة ايه؟ طب نورنا. نورنا يا زين يا ابني، ربنا ينور سكتك. يابا المحلات كلها بتتسرق بالملايين. بص مثلا دي بضاعة واردة هي بخمسة مليون جنيه، عربيات اتقطعت واتباع منها كم تانك بنزين وكم طولمبة، والباقي اتباع بالخسارة علشان ملوش طلب. ايوه زين يا ابني، دي تجارة يعني، على المكسب والخسارة يعني. لا يابا دي مش تجارة، دي سرقة غشيم، لأن الموديلات اللي اتباع منها تنكات البنزين والطولمبات عربيات كهرباء أصلا، يعني لا فيها تنكات ولا فيها طولمبات. يعني البضاعة دي دخلت على الورق واتسرقت على الورق، والفلوس اتحطت في جيب حد. المحاسب حرامي. يا خال امال ايه يعني؟ المحاسب حرامي. ربنا ينور عليك يا ابني، يا ابو مخ نور. طب يا زين، يعني هتسيب ابوك كده يتنهب نفسك في الدنيا؟ قولي بقى زين، خمسة جنيه دول شفتهم ازاي؟ وريني كده. ايه؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ مفيش زين. اقعد حبيبي، اقعد. انت كويس؟ انا كويس. انت اول واحد في الدنيا يشوف الدموع في عيون زكريا. ابهاتنا زمان قالوا لنا الراجل ما يعيطش، امال يعمل ايه؟ والايام بتغدر بيه، والصحه بتخونه، والكل طمعان فيه، ومش لاقي ايه تهون ولا كتف يتسند عليه. أنا كنت فاكر نفسي إن أنا جامد ومحدش هيقدر يسرقني، لكن أنت يا زين بسم الله ما شاء الله عليك اكتشفت السرقة بملايين. ويا عالم المستخبية، فلوس الدنيا كلها تحت رجليك يابا. مش حزبة مال يا زين، حزبة راجل كان فاكر نفسه إنه سايق وطلع في آخر العمر. طلع في آخر العمر متساق. وامك كانت دايما تقول لك مال ابوك حرام. طب تشاورني بس على جنيه واحد حرام، ده انا اللي مظلوم ومسروق ومسامح. خد امك يا زين وارجعوا مطرح ما هيته، وسيب ابوك يموت بطوله زي ما عاش بطوله، واشتري بر امك. وملعون ابو رضا ابوك. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال. عليه الصلاه والسلام. امك ثم ابو. امك خدتك 30 سنه واكتر. خساره يا زين تعيش معايا اليومين اللي باقيين من عمري. طب لو مت يقف على غسل اغراض وابني نفسه في الدنيا. بعد الف شر عليك يابا. بعد الف شر عليك حبيبي. انا شفت الشر كله في غيابك. انا نفسي بقى تبقى جنبي، عايز اشبع منك يا زين، عايز اشبع منك. اللي تقوله نافذ يابا. تبقى جنبي وتاخد مالك وتبقى كبير الديابه والسوق. المال مالك يابا، انا هشتغل واخد مرتب. وماله وزين، ولحد الأمانة ما ترجع للي خلقها. بعد الشر عليك. ربنا يخليك يا ابني.
تورث ترث المال والسمعة وتبقى كبير الديابة وكبير السوق. الديابة والتجارة عايزين الشتة، لو لقوك لين يبلعوك، ولو ناشف هيكسروك. أنا عايزك زي التعبان مالكش ملكة، ورثتك والقبر. في ايه يابا؟ انت هتخوفني ليه؟ اوعى اوعى تخاف يا زين طول ما ابوك على وش الدنيا. انا عايزك زي الدنيا، ما تمشيش على كيف حد، وخلي بالك اقرب ما ليك عقرب ليك، وخد حذرك من كل حاجه وما تامنش لحد. سنانك بتعض لسانك، ولو الديابه ما شافوكش في شدة الكبير عمر كلمتك ما يسمعوها. وخلي بالك من الحلال لو غفل ولاد الحرام ياكلوه. ما تخافش عليا يابا، ابنك شديد. شفتها في عليك يا زين اول يوم شفتك فيه، تديب، والدنيا دي لو لعبت بيك يا ولها منك. الطيب يا ابني لو مسك سكة الشر بيجيب اخرها. ما تخافش يابا، ابنك هيرجع لك ماليتك المسروقة، وهمشي لك التجارة دي زي الساعة. ايه لا توب البعض يا زين، واطلع على الحارة والسوق والتكبير. المعلم زين زكريا الديب كبير السوق وكبير التياب. أسيبك أنا العكاز يابا. العكاز ده في إيد المعلم الكبير. امسك يا زين، أنا من اليوم وطالع نفر من أنفارك، وكلمتك على رقبتي زي ما هي على رقبة الكل، كليلة كبير وصغير. امسك يا زين، امسك انت الكبير، انت معلم الديابة. تعالى يا زين تعالى، من اليوم وطالع يا ديابة كبيركم هو المعلم زين زكريا الديب، والطاعة واجبة، وكلمته سيف على رقبة الكل، ليه المحلات والمالية لوحده، وانتوا المصروف والشهرية طول ما انتوا في طوعه، فاهمين؟ اتفضل يا كبير. تفضل يا كبير الديابة. الله أكبر الله أكبر عليك، اقعد ارتاح ارتاح على كرسيك. اللي هيبقى في طوع المعلم زين كبيركم وكبير الديابة وكبير السوق يتقدم ويحب على ايده، واللي مش عاجبه كلامي ينسحب من سكات. ودي يا زينهم قوم حبها على ايد المعلم زين حبيبي، ربنا يخليك لينا يا حبيبي. حبيبة حبيبة قومي، حب على ايد المعلم قومي.
مبروك يا زين الرجال يا كبير. اوعي كده. ايه ده؟ طول عمرك كبير في عينيا يا سيد المعلمين. كده مفيش لزوم للمدرسة، خرجني من التعليم وجهزني وجوزني حد من صبيانك. ايه عزوز، مش هتقوم تبوس على ايد المعلم الكبير؟ ده كلام ألف بركة معلم. معلم ابن معلم. الحمد لله على السلامة يا خالد. الله يسلمك. عزوز. يا خال قوم. هند الواد اسماعيل المصورات ياخد لنا صورة للديابة مع المعلم الكبير. حصل وبيحصل. عزوز. بلغ الفراشة يوقفوا المزيكا شوية. وخلي الشيخ يقرا ربع. صحيح. منور يا كبير. يا مخلول انت، ما انت بتيجي ساعة لما تتجوز بنت عشم يا غشيم، دي تحتكم على شيء وشويات. اسمع يا واد، الكلام اللي اقوله تسمع وتقول حاضر وتنفذه. امك دي مرة مدبوبة عاوزة تجوزك بالتختها اللي بتستنى الفروجة لما تبيض عشان ياكلوا ظفر. يا غشيم دعاك تمشي ورا شورة مرة، شورة المرة ترجعك سنة ورا. جبتك يا عبد المعين اتعني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعاني. شالك يا واد شالك، شلت الطين عشانك يا أما بزاداك عديد ده فالعفش. طول ما الفرح في بيت زكريا ممدود، الحزن في قلبي معجود. والله حيرجع اللي راح ياك. حاجة تبرد على قلب المحروق. طب استهدي بالله يا أما، استهدي بالله وما تفتحيش باب الحزن، عفش على صحتك. دريانة انت باللي فيا، مش قاطع فيكي فرحة زكريا وولده وهم بيرقصوا على جتة أخوكي. أقول لك إيه، لابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. اللي يهدو في المية مش زي اللي يهدو في النار. خلاص كلامك كيف الراديو، انت مش طلق بطني ولا شقيقة أخوكي. عاوزاني أعمل إيه يما؟ أعمل إيه؟ حرم عليكي بزيادة كيلات. باه، أبوي قال عايز يبايد عمته وياخد طاره بيده. نقول حاضر ولا نكسر كلمة الردالة؟ اقفل الشبابيك، صوت زغرته ما بيخرط في قلبي. استهدي بالله، بس استهدي بالله. اتصلي بخالك شوفيه وصل بالسلامة ولا زكريا غدر بيه. اما ما هو طالع من حارك صادنا، حدش تعرضنا. اياك عيانك محامي عند بيت زكريا، اخص على دي خلفة. تلفونه غير متاح. طريق يما، طريق. جيب العواقب سليمة يا رب، جيب العواقب سليمة يا رب. قولي فيه المعلم فيه.
ابني زكريا، زكريا دي وديانا اسمع هذا السعيدة. شايفة شلالات الفلوس اللي بتترمي تحت رجلين زين؟ عليها العوا طول المدة، عليها العوا انتوا منه العوا. يا زوزو افرحي بقى، انت مش هين عليكي تفرحي؟ خايفة تفرحي ما تعرفيش ترجعي تزعلي تاني؟ خير لينا شر على قاعدين. احنا قلنا ياسر ياسر اسمعني 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 حاجة جيبة اسمعني حاجة جيبة صلى على النبي. قلنا تعيش ما تزغرتي يا حبيبتي انتي وهي ولا لسانكو تشل. ما تسيبونا اقعد على البيت دي وفطسها. ايه مالكوا قاعدين كده ليه؟ ما تقوموا تهيصوا للمعلم. يلا نهيص يا اخويا نهيص ونهزر ونرقص لما وسطنا يتقدم. ده نادره يوم رجعته ارقصه لما وسطي يقع. بقول لك ايه يا احزمك ترقصي ولا مالكيش في شغل النسوان؟ خيبه وهيبه اختي وسطها البان تحزم العجوز والمكحكه والخيبان. بقول لك ايه بقول لك ايه بت خدي قومي تحزمي. حزميني يامنا خلينا نفيد الاعياد. يلا تحزمي الزين يلا يا بت. ايه يا ام قاعده لوحدك ليه؟ انت بتفرحي معانا يا اخويا؟ سيب الفرح الناس من هنا انا يا حرساك. تخافيش على ابنك يا ام، ابنك بقى كبير. اوعى الغرور يا عميك، في دنيا ملهاش امان. تبني لك بيت من ذهب وسرير مرجان، وفي يوم وليلة تاخدهم منك وترجعهم زي ما جتها عريان. صاحب الخير يقول يا ريت مكترت، صاحب الراضي يقول يا ريتني ما عملت. تعالى يا معلم زين سلم على معلمين الوكالة. يا رب بحق جاه النبي حبيبك المصطفى خلي الدنيا تلهيك ولا مره هيشكيك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بحرك نسا على المزه كويسه. مش لاقي مكان وسط الرجاله ولا ايه عزوز؟ طيور قعدت الرجاله قاعده ناشفه وفي زي قاعده في الحريم. بس بيني وبينك الراجل صعب كيف واموت في بنات حاول. ربنا رزقني بست بقى معيوب يعني عطلانه. انا واقيم شرع الله واتجوز تاني. وماله ما انت سارق ومعبي. بس المعلم زين بقى ناوي يجرد السايب ويجرس العايب.
نهي أقرب من كرداسة. إن سرقت سرق جمل. أنا عشقت نشأة تقيلة. اقطع عرق وحتة بتلو يا عزوز وهات من الآخر. خليك مع البنت الكسبان ومن جو السعيد يسعد. ما أنا مع البنت الكسبان. أنا معايا واد الكوتشينة اللي هيبوش. طب ورحمة أمك الغالية دي خلقت واحد يسيب حقه يسيب شقاق اللي بطلع الروح. يبقى أنت اللي اخترت وما تتعزش على اللي خلقك. مش هيحصل. أنا اللي شويتها وأنا اللي هاكلها. المالية والعز اللي أنت شايفاها دي مليت هنا. مش قلتلك ناوي تقصر أيامك؟ يا واخد قوتي أنا وعلى موتي. خلينا نستقوى ببعض بدل ما نستقوى على بعض. حط دماغك في دماغي نقدر نمخها سوا وأنا بشرك. قطة ملك أحسن من جمل شرك. اشتري مني إيد على إيد تودي لي بعيد. أنا حاسس كده إن إحنا طينة واحدة وقلبنا ميت. أنا فهمك كويس ياللي كارف على كويس. بس أنا هنا بقى مرات الكبير. يعني الكلام ما بينا إزايك يا ست هانم إزايك يا عزوز أكتر من كده هتشوف مني الوش التاني. هموت أنا وأشوف الوش التاني. أنا أحب الشراسة. اركب المركب الكسبان أحسن ما تغرقي مع الغرقان. أستنى تليفوني. صحيح بمناسبة تليفوني. ايه رأيك؟ عايز تزيع قول زيع، مش عايز مش هنزيع. هات التليفون ده. انت فاكرني هبلة ولا ايه؟ ده انا دارسة كمبيوتر ورفعته على الميل. تحب نشير؟ يلا يا جميلة عشان تزغرتي معايا، انا لساني دلدل من كتر الزغاريت. عن اذنك يا عزوز عشان ازغرت للكبير اللي معليهوش كبير. اذنك معاكي. بنت الحرام انك ايدهن عظيم بس دماغ ماشي جميلة. افردي وشك يا حبيب ابوك بيطل علينا عز الديب الكبير بيبص. بقول لك يا بنت ما تقومي تهزي راسك خلي زين يشوفك. الرجاله ما بتقعش الا بهز الراس. لا يا ام زين مش كده. لا ايه صنف الرجاله كله كده يا بنت؟ ولا انت غاويه يا اختي تقعدي كده جنبي زي ازازه الخل؟ قومي يا اختي قوم قومي هزي. يا عزوز يا خير جبت المغني اللي هيحيي الليله. خد ابو هند ابو اسكندريه. طيب ماشي ورا كمان شاينا اهو. ايه يا عم والغنى بالعافيه ولا ايوه الغنى بالعافيه بس احنا عندنا فرح. لا سيبك منه هيطلعوا. شوف يا نجم هتغني كويس هرضيك. يلا يلا والفرقه والفرقه فرقه انا خاطفها وهي جاهزه. يلا يلا يا نهار ابيض ايه اللي جاب الفرقه هنا يا ابني؟ ما خطفونا وخطفوا الفرقه. اسكت.
بتفضلوا الترجمة. أنا جاي أركبك الغلط يا زكريا. ينفع كده؟ أنت فاكر عشان خاطر إن الشيطان وزك شقيت عليا أنت وابن أختك عزوز إن أنا هكره رجوع ابنك بالسلامة؟ بالعكس، ده كده اللعبة يا حلاوي. ومن حسن الطالع إن أنا خلاص لقيت لك الإيد اللي ممكن توجعك لما أكسرها لك يا زكريا. اسمع يا رجل، اللي هيبس ابني الله في سماه، ما هسيب طوبة على طوبة. ها كده عداك الأصول، أنا ضيف. ها والضيف له واجب، ناخد واجبنا وبعدين نكمل كلامنا. يا أخي أنت ما خيبتش من الواجب اللي أنا عملته معاك عزوز. عدنا كيفك عزوز ولا كلمة. صح يا خير، اللي بيقول ما بيعملش، انا هعمل مش هقول. لا شيخ، وهترفع راسنا على كده؟ رحمة الميتين، راسك دي لعلها على النص. عزوز عارف ان هو اللي مش هيحاسب على المشاريب، اللي هيحاسب على المشاريب ابنك زين، عشان كده دايس على البنزين بلاوي وعايز يولعها حريقة. انا بتعجبني دماغك يا عزوز. كل واحد بيعجبه الحاجة اللي هو محروم منها. ايه ده منك ليه؟ انت في منطقتنا. فرج اعمل واجب مع الرجاله. مبروك. الله يبارك فيك. امسك اسلام. ايه ده؟ اتعابك في القضيه. تشتمني يا زين؟ يا اخي عيب عليك، ده احنا عيش وملح. وبعدين كفايه جدعنتك معايا من وقت بجوت الحار. ومال ده بده؟ الشغل شغل يا صاحبي. شيل فلوسك فيه. يا ابني امسك وتفرنيش معاك بقى. الله، انت اخويا وعشرتي الحلوه. يعني انت هتديني ثمن المحبه والصحبيه؟ اللي شافني والزمن بيهبني اشوفه والزمن بيودني. خد فلوسك يا سليم، طول عمرنا جبنا واحد، وبعدين يا عم اعتبرهم عربون شغل. انت هتمسك كل الشغل بتاع تجارتك. الله، شغل فاخر من الاخر. حتة سلاح بنت حرام. شايف الليزر بتاعها حلو ازاي؟ مبروك. الله يبارك فيك. امسك سليم. ايه دول؟ اتعابك في القضية. تشتمني يا زين؟ يا اخي عيب عليك، ده احنا عيش وملح. وبعدين كفايه جدعنتك معايا من وقت ما جيت الحار. ومال ده بده؟ الشغل شغل يا صاحبي. شيل فلوسك يا زين. يا ابني امسك وتتعبنيش معاك بقى. الله، انت اخويا وعشرتي الحلوه. يعني انت هتديني ثمن المحبه والصحبيه؟ اللي شافني والزمن بيهدني اشوفه والزمن بيودني. خد فلوسك يا سليم، طول عمرنا جبنا واحد، وبعدين يا عم اعتبرهم عربون شغل. انت هتمسك كل الشغل بتاع تجارتك. الله، شغل فاخر من الاخر. حتة سلاح بنت حرام. شايف الليزر بتاعها حلو ازاي؟ منور على راس ابنك هناك اهو. استنى بس، رايح فين؟ انت هتسبق رصاص؟ انا مش هخلص دلوقتي، انت لسه حسابك تقيل. بس احنا فيها. لو بوست ايدي دلوقتي وطلبت العفو والسماح، انا قلبي طيب، ممكن اسامح. ايدك يا معلم ايه؟ وجعاك تحب نطهلك؟ لا ديب صحيح. ايدك دي للاكل والشرب وبس. ايه ده؟ انت ما تسمعش عن رجب الخنكة؟ الله يرحمه، راجل طيب قوي. الله يرحمه. بعدين هو انت دكتور ولا معلم ولا ايه ده؟ انت طيب قوي يا زين. اللي فاكرني طيب كل سنة هو طيب. هايل هايل كده، اللعب حلو. تجارتك وابنك راح وخلاص. لو مش قد القول
ما تكترش في الكلام. شرفت وانست يا خنكة. خنكة يا خنكة. انا هعرفك مين هو رجب الخنكة. انا ما احبش انا الرجاله اللي زي الراديو نسمع منها وما نشوفش. ما احبهمش. لا 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 هتشوف. والنبي ايوه هتشوف انت وابوه. طب جمع افكار ونحن في انتظار. نعم كده رجاله. ايوه من بكره الصبح المعلم رجب الخنكة نازل سوق العربيات وابيع بالاجل عشان الاعب زكريا عشان اكل. يا خبر يا خبر يا خبر والله. يا اختي البيوت كلها مشاكل والحيطان يا محايشة. كني في بيت جوزك يا زهيرة يا اختي. وخلي اسم الله عليه زين يتدلع في عز ابوه. قالك يا زهيرة لونك مخطوف ليه؟ من فرحتها يا اختي بزيد. شايفة العز لايق عليه ازاي ما شاء الله عليه يا اختي. الله غالب. مين رجب الخنكة؟ اه ده اخر دين من دول الحرام مع ديني عشان مفضت انا ايدي عن الحرام. قلت له محدش هيحفر عن المسار في الحالة طول ما انا عايش. بس بسم الله ما شاء الله عليك يا زين انت حطيته صيدت نفسك بنفسك. بس خلي بالك رجب ده مش سهل. يا بخت منظر وخفف. البيت بتاخونا والغرب يطردونا. عن اذنكم هصلي صلاه الفجر. ماشي ماشي. الف سلامه على رجوع زين يا اخويا. نورت بيتك يا غالي. اله يا رب نفرح بليلتك الكبيره كده على واحده من دمك تصونك وتشيل همك. على راي المثل عيش بايره تموتي بصحتك. اللي يبص للي مش ليه على دماغه نديه. يا حبيبي على فين؟ ماشي هوسع سكه اللي جاي يشيل الترك. الف بركه خال على رجوع الغالي. ربنا على سلامه زين. انا هنفتح الشقه الغربيه بقى نقعد فيها. لا 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 الشقه دي انا هديها لاخو جميل. اخو جميل؟ اه طبعا الضيوف يرتاحوا ويقعدوا على راحته. ما احنا هنتصرف يا خال ما تقلقش. طب بالاذن انا استنى. بقول لك ايه، ما تيجي تبعت في حضن الليله دي؟ انا نفسي اشبع منك. ماشي بس اطمن على امي بس الاول. وماله وماله. ماشي اتفضل. عيلي ابن حلال قوي يا خير. ربنا يبارك لك فيه بالاذن. بس انا كان عاوز اشر وانا اكشر. اجيب لك راس الخنكة تحت رجليك. ما تنفخش في النار يا عزوز. أنا قاري اللي في دماغي ده كويس. ها؟ خليك عدل كده أحسن. يمين بالله العظيم هتشوف اللي عمرك ما شفته. واللي بيطلع البغل المأذنة هو اللي بيعرف ينزله. وأنت فاهم وأنا فاهم. هو أنت ظلمني في دي يا خال؟ ده أنا كنت عايز أعمل له نمر عشان يتصيد على الكبير والصغير. المعلم ابن المعلم. أنا قلت كلمتي يا سوس. قلت كلمتي. على مملك الرواة. لما نصف الحساب المسروق. مسروق يا خيال؟ تقصد ايه الكلام ده؟ هسرق مالي؟ اهو انت ظالمني في دي برضه يا خيال. خلي بالك نمره المحاسب دي انا اللي عاملها عشان ابروزه وانت تعيط الدمعتين وتلمه فيمسك مال ابوه. كلام حلو. بس يمين بالله لو دخل فيه اللوعة يا عزوز انا همسك اسمك. خليك تنسى اليوم اللي امك ولدتك فيه. امي هفت عليا بالاذن انا خال. امشي امشي. اتفضل يا عم خد الدواء قبل ما تنام. بالشفاء. يعني ايه بقى يما مش عايزه تروح للدكتور؟ ربك الشافي. بعدين يعني انا عايز اطول في عمري عشان اشوف ايه. كفايه اللي شفته.
عندك ابوك وانا ليا رب كريم، بس حتى الله يزين هينزلكوا في لقمه من مالك بعد النهارده. وهتعيشي منين يا ام؟ تكون فاكر ان انا عجزت وايدي مش هتسد جوعي؟ ربنا ما يحوج يميني لشمالي واموت تراب الشارع على رجلي وفلوس خرجتي في كيسي. يمه يمه يمه، بعد الف شر عليك يا حبيبتي. انت ليه مستكتر عليا الراحه؟ عشان الدنيا ما فيهاش راحه، ربنا قال كده يا زين، وخلقنا الانسان في كبد. احنا بنجي الدنيا عشان نبني بيت للاخره. طب هو ربنا قال كمان ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تكون فاكر ان انت ما خدتش نصيبك، لا بسم الله ما شاء الله خدت نصيبك في صحتك وراحة بالك ورضا قلبي عليك. اسمع كلامي، انا خدت وديت مع الدنيا ياما، مفيش حاجه بتدوم الا بالرضا. ربنا يديك الرضا ومعاه كتير قليل هترضى يا زين العابدين. وهو انا يعني يما لما اسند ابويا في شبته وافرد ظهري مره واحده في عمري ابقى كفرت؟ لا يا حبيبي، بس يعني ان شاء الله بعد عمر طويل تتهنى في الجنة. وفي الدنيا ايه اتهن؟ برقت الدنيا في عينيك، ما عادش ينفع كلام. ولك عندي الدعاء، ربنا يهديك وينور لك بصيرتك يا ابني. بريم، هو انا كسرت صندوق الجامع وهنهبه؟ ده رزق وربنا بعتهولي وهحلل لقمتي بعرقي، ولا هو قانون يعني ان زين ده مكتوب عليه الشقه ولازم يتهان عشان يجيب القرش؟ يما يما، الدنيا دي الغلبان فيها ما بيشبعش غلب. اقول لك يا زين، شوف نفسك عايزه ايه وخلفها، تكسب النفس تهلك. احنا تراب بنجري ورا سراب. استغفر الله ولا اله الا الله، استغفر الله ولا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم انا ونسالك السلام والسلام. الله اكبر. روح لمين يا زمن؟ قولي ابني خالي خد ورسومي ورسومي ورسومي. ايه يالا ملك الغابة، انا بقى ندابة؟ والله عشت وشفتك مكسور قدامي، شفتك زي الجيفة مرمي كده هو في الخرابة. خرابة خرابة. اللي قالوا لي يوم انت شايله قلبك وحاطه خلاط اسمنت، بقولك اخوك مبهدلني واخدني مقاوله ومناوله، تتريق عليا بدل ما تطبطبي. بقولك الفاتحه النبي، انا ابنك ولا مش ابنك؟ هو انت عرفت انت مش ابني؟ انا لقيتك قدام باب جامع. طب ابنك يا واد، بقولك لقيتك قدام باب جامع. يا اما انت ما تلقحهاش وما تعرفيش القبله منين. وانا ماليش نفس اضحك، بس حلوه. يلا بقى يلا غور، خد النانوسه بنت الخدامه وروحوا ناموا في اي حته، روح افرش قدام الحسين، اصل فرشتنا ما بتسعش غير جتتنا. قولوا يا ام، ده الدكتور قال لحبيبي لازم ترتاح، ده بنت اخوكي، بنت عامله جهاد. هو الدكتور قال كده؟ اه. الدكتور بقى يحكم في بيته مش في بيت حظ. روح يا اخويا بيتها عند الدكتور. ماشي يا فالح، ما انت لو كنت شهدتلي بكحكه
كنت شهدت لك برغيف. ما انت لما كنت فوق ما شفتش منك غير قلة الأصول يا مخيف. يلا يا أخويا. في طول عمرك شايفاني خدام عمتي. أنا لو أنت تحقق شفتك فيا أنا من نهاردة خدام لك وتحت رجليك هشتغل بلقمتي. يا بنت الخدامة الدنيا قلبة ودورة ازاي؟ بس انت لو كنت قدمتي السبت كنت لقيت الحد والاتنين كنت لقيت الاسبوع كله. لكن اقول لك ايه؟ على رأي المثل اللي زكريا يقول لها يا عورة العيال يلعبوا بيها الكورة. سيبيكي منهم ياما وركزي مع بنتك حبيبتك اللي هتتجوز الكبير وتمدلك حبال السعد. طبت خلاص طبت وعايزة أعمل لآخرتي. العمر خلاص ما فيهوش كتير. جرى إيه ياما؟ هو باب النجار مخلع ولا إيه؟ هو جيتي عند مها وطبتي؟ إيه بنت حظ؟ مش السحر بردك ده كلام فاضي؟ اللي رماكي على الفاضي؟ بقولك إيه ياما؟ قبل ما تتوب يعمل لنا عملين، عمل لمها تحب زين وعمل ليا البنت جميله تحبني وتوبي بعديها. دلوقتي اعمال حظ عجباكو؟ هي مش كانت حظ دي فيها وفيها؟ طب انجزي ياما. ياما انت الخير والبركه، احنا نقدر نستغنى عنك برضو. انجزي. لولا ان الكلام على هوايا ما كنتش فكرت حتى. ماشي سيبونا اقعد كده مع شياطيني عشان افكر لكم في بكير. انما انا عاوز اطرهم. القطر موجود ياما. وانا هجيب لك قطر جميله. قطر جميله موجود. الله يا ولاد الجنية، عاوزين من الجن ايه؟ يا بت جايبة قطر واحدة عشان تتجوز جوزك؟ ما يكسرش نفس الراجل غير المرة اللي بيخوها. وانا كسرت زين عندي في عين ابويا ليا شفا. ماشي هنفك المربوط ونربط الساي. ماشي ماشي يا ككماو. يا ياسين اول مره في حياتي انا مع السرير من غير ما اتلهم. كنت كل ما جنم اشوف خيالك قدام عيني ما اعرفش انام. كنت لما امسك حتة اللحمة في ايدي ابكي اقول يا ترى زين يا ابني بتاكل ولا محروم. امي ما حرمتنيش من حاجة يابا، العيال قد جهدها. امك سلمتك لشقة الشارع من بدري. الشارع بيبوظ الخايب ويعلم الراجل، وانا اتعلمت من صغري اشيل فوق كتفي فوق طاقتي بس اريح اللي مني. عارف عارف يا زين، كنت كل سنة زي اليومين دول أنزل واشتري لك هدوم العيد. أهي بص أهو كل سنة. كنت بعشم نفسي إنك تخبط على الباب أفتح ألاقيك قدامي. أنا خفت أسيب الحارة مع ان عندي بدل الفيلا اتنين، خفت اسيب البيت ده ترجع ما تلاقينيش. وانا صغير مره يابا كنت بلعب في الحاره والنور قطع، كل العيال جريوا عشان يترموا في حضن ابهاتهم.
إلا أنا فضلت أجري وأجري وأجري ما عرفتش أروح فين. كلامك بيقطم ضهري، بيوجع قلبي أوي. أنا ما قصرتش في التدوير عليك يا زين. كنت بتوجع أوي يابا لما أكون في المدرسة وزمايلي يقولوا لي أبويا علمني كذا وأبويا فهمني كذا، وأنا كل الوقت خايف من بكرة ورزق بكرة ولقمة بكرة، والدنيا بترمي حمولها على بوكيت في سداد. متخافش يا سين، اوعى تخاف طول ما ابوك لفسه في الدنيا. والله يا ابا عمري ما خفت قد اليوم اللي لقيتكوا فيه قدامي، عشان عارف الدنيا كويس. يوم ما بتديني فرحه بتدفعني تمنها تالت ومتلت، تقلب وشها معايا على الاخر. ما اسمعش منك كلمه خايف دي ابدا. الناس لو شافت الخوف في عينيك ياكلوك، ولو الديابه عظمتهم مش في ايدك يقطعوك. الديابه يحبوا لك الخير بس يتقمصوا لو جالك. القرايب عقارب، فتح عينك عليهم. زين حبيبي، انا عايزك تشوف عروسه كده حلوه، تكون بنت ناس بدل البنت الفقرانه دي. لو ليك غرض منها ماشي، الشرع محلل لك اربعه، تبقى واحده منهم. واوعى تغوى حد، اللي يغويك ينهيك. ليه بتقول الكلام ده يا ابو؟ بعلمك اللي علمته لي الدنيا. يلا قوم بقى كده نام، عشان الصبح تبقى فايق، عشان عندنا شغل كتير. ها؟ هنجرد المالية ونفضح ونكرس الحرامية. لا، احنا الصبح هنروح عند الدكتور بتاعك ونكشف. هو الدكتور هيقول ايه اكتر من اللي قاله؟ زين يا ابني، هو البلا ولا انتظاره؟ عشان خاطري فرحني انت واتجوز وكده، تبقى الدنيا ردتني في اخر ايامي. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده بعد الف شر عليك. نام مرتاح والصباح روح. عارف يا زين، من يوم امك ما خدتك مني وانا عيني مخصم عنها. طب نام يابا وانا هرقيك زي ما كانت امي بترقيني. ماشي يا زين، يلا ماشي. زي ما كانت امي بترقيني وانا صغير لما يخصمني. يلا حبيبي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي من امتى العياقة دي يا فارق؟ ده انت ما كنتش بتستحمى غير لو كتبها لك الدكتور في روشيتا. جوزك خلاص بقى واجهة مراسي، ولازم الواحد يفخمها في حق نفسه. مش جايز ربنا يرزقني ببنت الحلال ونزيد من شرع ربنا. انا علمتك التجاره، تقوم اول ما تبيع تبيعنا انا يا فرج. طالما ما حدش بيحط في جبنه مراسي يبقى نعمل اللي يعجبنا. ودلوقتي انا بقيت حمد ديبي الكبير، يعني بكره بقى العتبه واغير العتبه. قردنا بالهم والهم مرضيش بينا، رمينا عند راسنا طلع عند رجلينا. قال ما تعرف خيري غير اما تجرب غيري. ما انا هجرب غيرك يا مراسي عشان اعرف خيرك يا ست الستات. اللي طلع العجل المدنه هو بس اللي يعرف ينزله. الوقت انا ليا عزم مع الديب الكبير، وانت عارفه اللي يقطع على غرض الديب الكبير. انت عارفه وانا عارف. بس عليك يا فرجت، انا بهزر معاك. انا بقديمه يا ولا، فين ايام زمان؟ قولي الزمان نرجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان، ده بوقتي تاني عشان تعبان. ضيع الدواهي لسه ما ماتش في 60 داهية، الباب يفوت جمل يا حبيبي. انا هنزل اسيطر في الحارة عشان الديب الكبير ما بعرفش يعمل اي حاجة من غيري،
خلي بقى الناس ابنك اللي انتوا بتكتبوا الفلوس باسمه خليه ينفعك. نارك ايده من زينهم هتموت عشان هو اللي بيحط الفلوس في ايدك. ما بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله جراح. ما بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله جراح. في 60 داهية. طب خد يا مراسي جايز ينفعك. ها يا معفن يا مراسي، هنقعد نلعب في نسبة الشبشب بتاعك بره. فرج اتعوج، والراجل لما بيتعوج ما بيتعدلش. بتقول حاجه يا امه؟ اللي واخد عقلك يا عين امك؟ بتكلم مين يا ولا؟ شكلك هتفرحي بيا قريب. يا لهوي يا لهوي، جايب لي عروسه من على النت؟ يا ولد انا مش بخليك تجيب غيراتك من على النت تقوم تجيب لي عروسه. يا امه اتقلي اتقلي عشان تاخدي حاجه نظيفه. هو صنف الرجاله يجي من ريحه حاجه تسر القلب؟ اسمع يالا اسمع يا عين امك، انت تعيش على كيفك اه، لكن تتجوز على كيف انا؟ انقي وافرز، ولا اقول لك اتجوزها تقول لي امين، فاهم؟ ايه يا بنتي انت فين؟ قلقتيني عليكي قوي. بتتنحنح؟ هي حصلت يا زينهم؟ مستني. قلقتيني عليكي؟ يا واطي يا واطي، ده انت ما قلتهاش لامك. الله اتفضل ام بينا. اتفضل 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 استو. الله اكبر الله اكبر. أزير مرة فيها أزير زهيرة تعالي هنا. هتهربي تاني ولا ايه؟ ايه؟ هتهربي تاني ولا ايه؟ وهفضل اهرب من الحرام طول ما في عرق يرف. اهربي زي ما انت عاوزة، بس ما بتيجيش دعوة بابني. ما عادش ينفع خلاص. ايه؟ هحطه تاني على كتفي واهرب بيه؟ كبر بقى راجل واقف على رجليه ودنيتك غرته، بس انت بقى هتقابل ربك ذنبه في رقبتك. ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ ده انا هنعمه. انت ما تعرفيش جوزك كويس. لا عارفاه كويس قوي، بس اعرف ربي اكتر. خدها مني نصيحه، تراب لمام النهارده انت دايس عليه بكره هو هيدوس عليك. انا معايا الدنيا. أنا معايا اللي خلقها. ابني فين يا زهيرة؟ ابني فين؟ مش عارف تميز صوت ابنك وهو بيصلي بالناس، زين عمره ما فوت فرد في المسجد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
اللي ياكل حرام حرام ياكل، ياكل حرام حرام ياكل. حاجة من أمي كانت تلم المداري قبل اللي شايفاه العين. يلا 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 يا أختي، طول ما أنتي في الخدمة هتتعلمي، ما تقلقيش. هتبيني كرامي إمتى يا حظ؟ يا حظوظ يا حظوظ يا واد، كرهتني في اسمي. وبعدين إحنا في رمضان مفيش جن. يا سلام، وما انت موجوده ليه؟ يعني انا الجن؟ لما انا الجن ياض انت تبقى ايه؟ ابليس لعين؟ جريم انجزي، هروق عليك. تروق عليا؟ لا يا اخويا، اختك هي اللي هتروق عليا. اختك لما تتجوز زين وتبقى مرات المعلم الكبير، المعلم اللي هيشغلك عنده هالهولة. جريم. يما خلاص يا حبيبي، انا هعمل بأصلي واعمل لك عمل يعليك لفوق. طب يلا اشتغل. سم الله. كان فيها كم شعرية بيد يما صبغتهم، ايه رأيك كده؟ عجب؟ يا اختي تعجبي. بس عايزاكي برضك تعملي زي ما البت جميلة بتعمل، لونة كده وبتلبس له محزق وملزق، عايزاكي توقعيه زي ما البت دي وقعته. دلوهاش يامه.